مركز الاستطباب بمدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي وبكل وسائله المتوفرة يحاول طاقمه تقديم خدماته الصحية لصالح المرضى بهذه الولاية على حد تعبير القائمين عليه، مطالبين في الوقت ذاته بتوفير بعض الأخصائيين تفاديا للجوء بعض المرضى للتوجه نحو العاصمة نواكشوط وما يتطلب ذلك من تكلفة وصبر على قطع مسافة 1200 كيلومتر. عندنا نقص كنا يلا يعود عندنا جراحين يعود الى مرض منهم واحد والله يبغى راح يبقى الثاني. عندنا نقص وشي ينقال دواء في الحقيقه ومفصول فيه. ودائما نكررها في القنوات كامله على ان المنطقه انها بعيده من نواكشوط كل البعد وعلى ان الحوادث فيها تكثر، حوادث السيارات، حوادث الابل، حوادث الخيل، حتى حوادث الهدم كيف الابار والشيء. وهذه الحقيقه تحتاج يكون هنا عندها أخصائي جراحة العظام والكسور. الإقبال المتزايد على المستشفى باعتباره المنشأة الصحية الأكبر في الولاية جعل من طوابير المنتظرين مشهدا اعتياديا، ويشكو بعض أهالي المرضى من مستوى الخدمات الصحية التي يصفونها بالمتدنية أحيانا والمعدومة أحيانا أخرى. لي 7 أيام هون محكوم في الطب مترنيته ولا معطينا عناية ومعطي لي مالي كتاب رفع من إشارة قيس نواكشوط من الفرع اللي تقيس نواكشوط، وقلت له اني ماني مستطاع على المشي إشارة نواكشوط، فهمت؟ وخلاص بذيك المناسبة وعادوا اللي هم غرق الأنهارين قطعًا ما يديروا لها الدواء. بينما يرى مواطنون آخرون أن تكلفة العلاج والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن المستشفى خاصة في فصل الصيف الحار يفاقم من الوضع الصحي للمرضى. طب ضعيف، عندي طفلة لها 7 أيام في الطب محكوم، الحمد لله وشكرته كل نهار نقبلها رضيناس ب 30 وب 40 تحتاني 50 و60 ودايرة عند الله العافية إن شاء الله. ما فت انطلقت ولا فات تبرات، طب ضعيف يا تعرفت مشكلتي يا شيخ. ويقول المشرفون على مستشفى النعمة إنه يقدم خدمات مجانية لصالح المواطنين الأكثر فقرا، كما يقدم بعض الخدمات المجانية كتصفية الكلى التي كانت تشكل تحديا لكثير من المصابين بالقصور الكلوي في هذه الولاية. بمستشفى مدينة النعمة تتعدد القصص التي تحكي واقعا ما زال يحتاج إلى مزيد من الدعم والرعاية. محمد ناشي، قناة المرابطون، مدينة النعمة، ولاية الحوض الشرقي.